ورجعت معاكم من تاني بفيديو جديد وبفكره جديده على قناتي سيمبل جي اتش كرافتس. يا رب تكونوا كلكم بالف خير. لاول مره بتابعني معاكم غاده. النهارده ان شاء الله فكرتي هتكون بسيطه جدا وسريعه, وهي طريقه عمل فراشه في الفوم. ده شكلها تنفع ان احنا ممكن نعملها نزين بيها مثلا غرفه الاطفال, او ممكن نستخدمها لاي ديكور احنا حابين فيه ندخل فراشات. فكرتها سهله جدا وبسيطه, وكمان هي مش مكلفه, وممكن نستخدمها زي ما قلت لكم لاغراض كتير. فكل اللي محتاجه عشان خاطر ننفذها نحتاج بس ورق فوم ومسدس شمع ومقص. اول حاجه عملتها قسمت اللي هي ورقه الفوم بعرض حوالي 2 سنتي وطول 16 سنتي. العرض بتاعها حوالي 2 سنتي والطول دوا حوالي 16 سنتي بالشكل دوا. بعد كده هنبدأ نتني الورقة كده نصين بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نقصها لأربع شرايط, بس تكون كل شريطة متساوية مع التانية. مش هنكمل لحد الآخر, يعني هنسيب جزء بسيط بس هنا من فوق عشان ما يفتحوش على بعض. هنبدأ نقص الشريطة التانية. بعد كده التالتة. وادي الرابعة. بقوا معانا كده حوالي اربع شرايط من الفوم. بعد كده هنبدأ نتنيها كده بايدينا لتحت, هنشدها كده لتحت. بعد كده هنبدأ نلزقها بمسدس الشمع ونحط كده هنا على الطرف, هنا الطرف ده. بعد كده هنبدأ نثبته مع ده كده. يعني هنسيب مسافة من الطرف اللي هو التاني بالشكل ده. بعد كده هنحط على الشريطة التانية لزق شمع هنا. بعد كده هنبدأ نثبتها كده بشكل متدرج, طبعا نستنى لحد ما تنشف. بعد كده التالتة هنبدأ نثبتها مع الشريطة الرابعة كده. بالشكل ده. بعد كده الناحية التانية هنقلبها كده. بعد كده هنبدأ نثبتها بنفس الطريقة, بس أهم حاجة نقلبها ما نعملهاش من الناحية التانية عشان تدينا نفس اللي هي التدريجية دي. بعد كده هنبدأ نثبتها كده هنا. بعد كده هنحط على الشريطة التانية من طرف كده, ونثبت معاها الشريطة التالتة كده. اخر واحدة. الخطوة دي مهمة جدا فاخدوا بالكم. بعد كده هنبدأ نقلبها كده الناحية التانية بالشكل ده, وهنبدأ نحط لزق شمع هنا. هنبدأ نثبت كده الاتنين مع بعض, الطرفين مع بعض كده بالشكل ده. اهم حاجه ما تحطوش اللي هي الاطراف على بعض, تبقى بس الطرفين بتوع الفوم اللي هو من بره ده يبقوا بس هما اللي يلزقوا مع بعض. بعد كده هنجيب المقص وهنبدا نقص من بعد اللي هي الشريطه التانيه دي كده. هنقص الحته دي. طبعا انا هنا كنت مجهزه واحده تاني بنفس الطريقه, يعني احنا عند دول اللي هم هيبقوا الجناحين بتوع الفراشه جهزت واحده تانيه, وهنبدا برضو نقصها بالشكل ده هنا كده. بعد كده هنجيب قطعة من ورق الفوم. بعد كده هنبدأ نقص كده شكل بيضاوي. اللي هو يبقى جسم الفراشة. بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نحط لزق الشمع هنا. وهنجيب اول جناح وهنبدأ نثبته كده هنا. الجناح التاني بنفس الطريقة.
بعد كده هنقلبها بالشكل ده وهنبدأ نحط لزق شمع هنا، نثبت الجزء ده، هنثبت الطرف بتاعه بس. الناحية التانية بقت معايا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نقص شكل اللي هو جسم الفراشة، هنبدأ نرسمه كده، اللي هي الراس بتاعت الفراشة وجسمها. بعد كده هنبدأ نقصه بالمقص. قد ما دي بالظبط. قبل ما نلزقه هنجيب اللي هو شرايط رفيعه من الفوم كده، اللي هو نفس درجه الفوم ده، وهنبدا نخطط جسم الفراشه كده. طريقتها سهله جدا عشان بس يديها شكل احلى. هنعملها بنفس الشكل ده كده بالظبط كده. نجيب شريطه رفيعه اتنين نصين، هنحط رز شمع هنا، هنبدأ نثبتهم كده. بعد كده هنبدأ نثبت جسم الفراشة على الجزء ده كده. بعد كده لو حابين نعمل لها تعليقة زي دي هنجيب اللي هو خيط عادي كده عندنا، هنبدأ نحط لزق شمع هنا، هنثبتها كده. وده بقى شكل الفراشة بعد ما خلصتها، شكلها جميل جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.